الاجراءات مثلا ممكن الوقائيه للكشف المبكر؟ يعني احنا دايما كنا نسمع ونقرا عن ان في كشف منزلي ممكن تقوم بيه المراه قبل يعني عشان تتاكد ان لو في حاجه او لو شك ان في حاجه لا قدر الله. هو في ثلاث حاجات مهمين بالنسبه لسرطان الثدي. اول حاجه اللي قلناها اللي هي الماموجرام الرقمي سنويا ابتداء من سن 40 سنه. في بقى اللي هو في البيت اللي هو الفحص الذاتي للثدي، ده ابتداء من سن 20 سنه السيده المفروض تعمله شهريا. 20 من سن 20، اصل ده ما فيهوش اي اشعه ولا في اي حاجه، هي مجرد ان هي بتستعمل صوابعها وبتبص في المرايه في وضعين، يعني في وضع الاولاني اللي هي بتبص في المرايه بتقارن الثديين وتشوف لو في اي تغيير، وبعدين الوضع الثاني ان هي بتشوف لو في اي كتل. عفوا يا دكتور، بدون حياه يعني التغيير في شكل الحجم؟ تغيير في شكل الحجم، في لون الجلد، اي افرازات نازله، اي نقره في الجلد، اي كتل طالعه، اي ثدي اكبر من ثدي، كل الحاجات دي المفروض ان هي تشوفهم قدام المرايه وايديها عند وسطها كده. الوضع الثاني ان هي تبتدي بقى ان هي تشوف لو في اي كتل بصوابعها وتمشي على الثدي زي عقارب الساعه كده. اوكي، وتشوف برضو المنطقه اللي هي تحت البط. ده من سن 20 سنه. من سن 20، وبنقول للسيده ان هي تعملها بعد البيريود كل شهر.